السلام عليكم. شباب، يا دكتور ماذا أخبار؟ أخدنا المرور من تلت ساعة. طيب، عملنا إيه بقى شباب المرة اللي فاتت كده؟ يعني مين نفذ التاسك المطلوب؟ يا شباب، اللي هو بتاع الكرة ايوه، احنا كنا بعت لحضرتك على الجروب يا دكتور، بحيث ان انت تبعت لنا الفيديو المسجل او PDF، بس حضرتك ما ردتش علينا. ما الفيديو بيكون على ال بيكون موجودة على التيمز. لو رجعت على التيمز هتلاقي الفيديو، يعني لو رجعت على التيمز هتلاقي الفيديو. تمام. طيب، مين يا شباب، مين اللي قدر ينفذ حاجة زي كده شباب بالنسبة للانتراكشن بالجافا سكريبت؟ قلنا على الأقل حتى عاوزين نرسم السيركل مثلا، وديها مثلا راندوم كولرز. دي كانت آخر حاجة احنا واقفين عليها شيء، صح؟ طيب، طالما انتوا ما عملتوش، احنا يعني مش هنحاول ناخد جزء كبير، ولكن هنبدأ نتكلم عن فانكشن على أساس احنا لما اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الكود، وده كان المهم، كنا بنتكلم على الفانكشنز، تمام؟ وازاي هو يا نبدأ ان دكتور احنا معلش نتعرف عليها، بس على، نعم؟ كنت بقول لحضرتك يا دكتور معلش انا لسه جاي، والتاسك ده كنت عملته، بس الراندوم كلر دي الحاجه الوحيده ما ظبطتش معايا، انها تبقى راندمايز طول الوقت، لكن الحركه تمام يعني اظن. بس في حاجات نفسها في الدوال ما فهمتهاش، لان اغلب الاكواد يعني حاولت افهم من على النت وطبقت شويه، في منه فهمت وفي منه لا الصراحه. طيب، ماشي كويس، ماشي. يعني ما احنا لما نشرح ال او ممكن، بس انت الراندوم كولر دي انت عرفت الفانكشن، يا هوريها لك دلوقتي، يا عرفتها وما ناديتش عليها، تمام؟ لان انت بتبصيها بعد كده للايه، للاوبجكت الموجود اللي عندك. فاحنا هنتكلم النهارده برضو عن الفانكشنز باستفاضه شويه، زي ما احنا شايفين كده، تمام، بالتكست الموجود، عشان الناس لما يعني المرة الجاية هديكوا الكود، هتحاول فيها المرة دي، والناس برضو تحاول، والمرة الجاية هديكوا الكود بتاع اللي خاص ب البروجكت ده، اللي هو خاص بالماوس اوفر، لما بيجي زي ما احنا شايفين كده، هي على اي كورة بيحصل لها انكريز في السايز اللي خاص بيه، تمام؟ طيب، فاحنا تعالى نتكلم بقى عن الفانكشنز يا شباب. انا كده كده هحاول اعمل لكم يعني برزنتيشن، يعني هجمع لكم فيها الكلام دوت، ولكن هو بس مش جاهزه دلوقتي وما كانش في وقت، فانا هتكلم مباشره من على الويب سايت. طيب، لما اتفقنا شباب، انا عندي فانكشن، والكلام ده شفناه المره اللي فاتت، الفانكشن دي بتنفذ تاسك معينه، وليكن الايه، الكالر مثلا، او احنا او اوتيكاريت البول مثلا، تمام؟ اتفقنا عشان ابدا حاجه زي كده، بدل ما انا كل عشان اكريت كوره زي ما احنا شايفين كده، البول دي مثلا، مش معقول انا كل مره هكتب الكود اللي هو ايه، يعمل لي رسمه السيركل وياخد الراندوم كولر. طب اتفقنا ان انا عندي ايه، عندي حاجه اسمها الفانكشن. طب قلنا الفانكشن دي وظيفتها اللي هي بتاخد البلوك، مجموعة من اللاينز اوف كود كده، بينفذوا لي تاسك معين. لما انا عاوز ارسم دايرة، هكتب اللاينز اوف كود داخل الدايرة، بحيث ان انا انادي على اسم الفانكشن دي، كل ما انادي عليها كل مرة خلاص بنادي على سطر واحد، والسطر ده واحد لما بينفذه بيرسم دايرة. يعني لو بصينا الكود بتاعنا هنا اللي هو بيرسم الدايرة اهو، انا بقول له اهو، بقول له الكورة دي خد الكالر بتاعها جاي منين؟ جاي من دالة الراندوم كالر، تمام؟ وبعد كده خد الريدز بتاعها مثلا بالسايز دوت، وما اعرفش الستارت ريدز بتاعك كذا، لما اتحرك في الاكس والواي والاتجاه بتاعي والسرعه بتاعتها، ويعمل ابديت للفانكشن، تمام؟ كل الكود ده داخل ايه،
دالة البول. لما انا ببدا انادي على البول دي، هو مباشره بقى ايه، هيروح يرن الكلام ده كله جوه، مش هحتاج ان انا اكتب الكلام ده كل مره، انا هحتاج ارن فيها الكود من جديد او ارسم دايره جديده، لا ده هو خلاص جاست اللي انا بنادي على البول زي ما احنا شايفينها كده، بقول نيو بول، هو اوريدي بيروح ينفذ الفانكشن دي. تمام. طب اتفقنا عشان نعرف فانكشن، قلنا الفانكشن بتتعرف عن طريق الكي وورد ايه، فانكشن. طب اقول فانكشن، اسم الفانكشن الموجوده اللي عندي، لو الفانكشن دي بتاخد مجموعه من البارامترز زي ايه مثلا، ممكن زي ما احنا شايفين كده الدايره الموجوده اللي عندي كمثال موجود معانا دلوقتي. تمام. الدايره دي ممكن يكون ليها الريديوس بتاعها، ماشي، فهما ممكن ياخد الريديوس كبارامتر ادوله في عندي في الفانكشن، او ممكن اعرفه انسايد الايه، الفانكشن الموجود اللي عندي. طيب وبالتالي لو بصينا احنا كده على كده، هنلاقي ده الايه، ده البيزك ستراكشر بتاع اي فانكشن موجود اللي عندنا، اهو اسم كلمه فانكشن، الفانكشن نيم، لو بتاخد بارامترز يعني ممكن تاخد بارامترز او ما تاخدش. بص على الكود تاني كده، هنلاقي عندنا بعض الفانكشنز يعني بول كده ما تاخدش ايه، اي بارامترز خالص. تمام. الانيميت الفانكشن مثلا دي زي ريكويست انيميت فريم، دي بتاخد بارامتر اهو من نوع فانكشن. تمام. فبالتالي انا ممكن الاقي فانكشن بتاخد بارامتر، وممكن الاقي فانكشن ما بتاخدش بارامتر، دي على حسب بقى انت وانت بتكتب الكود. تمام. يبقى انا لو قابلتني فانكشن مثلا دي مثلا اهو ريكويست انيميت فريم، بتاخد بارامتر من نوع ايه، فانكشن، انذر فانكشن موجوده عندها. تمام. وبالتالي هنا انا ببدا اكتب الايه، الكود بتاعي عشان اسهل على نفسي. طيب فده البيزك ستراكشر بتاعنا بقى يا شباب، فانكشن، فانكشن نيم للبارامتر الموجوده اللي عندي. طيب ده مثال، مثلا انا عندي فانكشن بتاخد مثلا اهو، لو بصينا على المثال قدام ده، انا جيت قلت مثلا اعمل فانكشن دي سماها ماي فانكشن، ممكن اسميها المالتيبليكيشن، بتاخد اتنين بارامتر اللي هو الرقم الاولاني والرقم الثاني وتضربهم في بعض. لو انا عملت اللي انا اتست الكلام ده كده يا شباب، تمام اهو، مثلا انا عندي لما بنادي على ماي فانكشن بتاخد الايه 4 في 3، والنتيجه بتاعتها بتحطها في ايه، في الاكس، عشان كده 4 في 3 بكام؟ ب 12، طلع الناتج بتاعي كام؟ 12. تمام. يبقى انا عندي كده اهو عرفت فانكشن اهي، وبستدعي الفانكشن ازاي، باسم الفانكشن، ولو هي بتاخد بارامتر بحط البارامترز، ما بتاخدش بارامترز اوريدي انا بقى ايه، خلاص هنا بحط البارامترز. يبقى على حسب الايه، الفانكشنز الموجوده اللي عندك، هي محتاجه بارامتر بتحط لها البارامتر، مش محتاجه خلاص، هنا محتاجين الاربعه والثلاثه عشان الاستراكشر بتاع الفانكشن بياخد الاربعه والثلاثه. لو رحنا كده عندنا في الكود، تمام، اللي خاص بالجافا سكريبت، هنلاقي الانيميت مثلا مش محتاجه بارامتر، خلاص ما فيش، البول مثلا مش محتاجه بارامتر، خلاص كله جواه مش محتاجة. تمام. يبقى هنا بتتوقف على حسب الايه، البارامتر، هل الاستراكشر بتاع الفانكشن محتاج بارامتر ولا لا. تمام يا شباب. طيب يعني خلينا بس في اول الاستراكشر الموجود ده عشان ما يعني الناس ما يعني ما يحصلش لغط ما بينها. فاحنا عندنا اول ده البيزك الاستراكشر بتاعه. طيب انا عاوز بقى بعد كده يا شباب ان انا استدعي الفانكشن مثلا. تمام. طيب فانا ممكن ان انا الفانكشن الموجوده اللي عندي ديت، ماشي، اعملها عمليه الايه، الانفوكيشن. تمام. طيب عشان انفوك الفانكشن يا شباب، بقول اسم الفانكشن والكود اللي داخل الفانكشن دي، ولو هي بتاخد بارامتر ابدا اديها البارامتر الموجود اللي عندي. تمام. طبعا انت لو جيت عرفت الفانكشن وما حطيتش فيها اي لاينز اوف كود، مش هتنفذ اي حاجه خالص. تمام. حتى لو استدعيت، بالتالي انا لازم اعرف الفانكشن، اديها الكود الموجود اللي عندي، وانا بستدعيها اسم الفانكشن واديها البارامتر الموجود لها. في الحاله دي
احنا هنبدأ ننفذ الفانكشن الموجودة اللي عندي ايا كان نوع الفانكشن. طيب طبعا احنا ممكن عندي حاجة اسمها this keyword يا شباب، ممكن تلاقي في بعض الكود مثلا زي ما احنا شايفين كده معانا اللاين اللي هو بيقول لك ايه is this. تمام، is this ده بيعيد بيرجع للاوبجكت اللي هو واقف عليه. فانا بقول له والله انا عندي بارامتر this color، انا كان عندي بارامتر اسمه color، والله البارامتر الموجود اللي عندي ده function البول دوت، هتجيب الفاليو بتاعته منين؟ من الراندوم فانكشن اللي هي الراندوم كولر. تمام، يبقى انا دلوقتي هلاقي انا عندي ممكن الاقي عندي بعض الاوبجكت، الاوبجكت دي عشان استدعي الاوبجكت الموجود اللي عندي بقول له this dot color، وبتقول له انا بقول له في الحاله دي this معناها الاوبجكت اللي انت واقف عليه او البارامتر اللي انت واقف عليه، فانا بقول له ايه this dot color، الكالر الموجود اللي عندك ده خده بالفاليو دي. طب الفاليو دي هتيجي منين؟ هيجي تحت اهو اللي هو الراندوم كولر. فين الراندوم كولر؟ الفانكشن بتاع الراندوم كولر اهي، دي الفانكشن بتاعت الراندوم كولر. تمام، الفانكشن دي بترجع لي لون من نوع ار جي بي الفا اللي هو الاربعه كولرز الموجودين اللي عندنا زي ما اتفقنا، الريد والجرين والبلو والترانسبيرنس الموجود اللي عندي او درجه الشفافيه. بتبدا انت تحددهم على حسب الفاليو الموجوده، ممكن تاخد الفاليو راندوم زي ما احنا ما شفنا كده، عشان لما جينا في الران بتاعنا لقينا ان الايه ان الكود بتاعنا كل كره كده يا شباب بتاخد ايه فاليو راندوم من الكالر الموجود اللي عندي، كل كره بتاخد ايه فاليو راندوم من الكالر الموجود اللي عندي، وبالتالي تقدر ان انت تنفذ الكلام ده. تمام، يعني ما يكونش عندي لون ثابت، لا كل ما تنادي على المره دي تاخد بتكريت اربعه شانلز، قيمه في الريد كده، قيمه في البلو، قيمه في جرين، بلس الايه ترانسبيرنس الموجود اللي عندك. ففي الحاله دي كل مره بينادي على الكره دي هيدي لها الكالر بتاعها الموجود اللي عندك. تمام كده يا شباب؟ تمام يا واضح ولا دكتور. ايه؟ ماشي. مش عرفنا لو عملنا كلمة this keyword دي معناها ايه؟ بيرجع للأوبجكت اللي أنا واقف فيه. تمام؟ طيب طبعا دي بعض الايه يا شباب، دي بعض الاكزامبلز الموجوده عندي على الايه الفانكشن. مثلا انا لو عندي مثلا فانكشن والفانكشن دي مثلا بتكتب لي الفيرست نيم واللاست نيم بتجمعهم مع بعض زي ما احنا شايفين كده، انا عندي ادي بيرسون مثلا ده اوبجكت، وبديله الفيرست نيم بتاعه اسمه جون واللاست نيم كذا، وبنادي على الفانكشن. الفانكشن دي ما بتاخدش اي بارامتر زي ما احنا شايفين كده هنا، وبقول له بقى الزيس قلنا بيكون راجع على الاوبجكت اللي انت فيه، بقول له زيس دوت فيرست نيم بلس زيس دوت لاست نيم، حطهم لي مع بعض. عشان كده لما اجي ارن الكلام ده شباب هتلاقي ايه الجون دول دوت ظهروا ايه جنب بعض، خد الفيرست نيم واللاست نيم وحطهم على بعض. ايه اللي قدر ينفذ الكلام ده؟ الفانكشن الموجود عندي. اول ما بعرف الفانكشن الاستراكشر ايا كان بقى الوظيفه بتاعت الفانكشن دي ايه، دي انت اللي بتحددها على حسب احتياجاتك انت. انت فاهمني ازاي؟ انا عاوز الفانكشن مثلا ترسم لي كره ثابته، يعني في الاكزامبل ده انت ممكن، يعني احنا شايفين هنا كل الكره ايه يا شباب بياخد السايز بتاعها برضو بقيمه راندوم، يعني مش كلها عندها نفس الويتس، ولما بتضغط عليها بتكبر شويه. وبالتالي لو احنا بصينا كده على كود الجافا سكريبت بتاعنا اللي خاص بيه، بص هتلاقي ايه اهو بيكريت لي الريديوس اللي بتاع كل كوره جاي منين، وقيمة راندوم ضاربها في 20 وجمع على 14. انت فاهمني ازاي؟ وبالتالي هنا كل كرة بتتكرت ممكن تكبر، تكون كبيرة شوية صغيرة شوية على حسب احتياجاتك انت، وانت ايه اللي انت محتاجه من الكود الموجود. تمام، يبقى شفنا ازاي كده شباب ان الجافا سكريبت تقدر تضيف الانتراكتيفيتي عندي داخل الويب بيج. طبعا الكلام ده انتوا دي اهم حاجه، الفانكشن ده بتسهل بتعمل اورجنايزيشن للكود الموجود اللي عندك. يعني تخيل انت مثلا
كل كوره موجوده عندي في الايمج هتعيد اللاينز دي كلها. تخيل انت بقى شكل الكود بتاعك هيكون ايه، او هتحتاج ان انت تكتب الكلام ده كم مره. ولكن انا لما بكتبه مره واحده داخل البول، كل مره بنادي انا على البول دي هو خلاص بيروح يكريت بينفذ الكلام ده، فاصبح ان انا كتبت الكود بتاعي ده مره واحده وتنفذ بقى مليون مره، مش مشكله. زي ما احنا شايفين كده، لو عدينا مثلا عدد الكور الموجوده اللي عندنا هنا، تمام، لو عدينا عدد الكور هنلاقي مثلا عندنا 100 مره. لو ضربت انت ال 100 كوره دول، ومثلا انت عشان ترسم الكره الواحده محتاج 10، يبقى 100 في 10 يبقى كنت هتكتب 1000 لاين من الكود، تمام. ولكن انا خلاص انا جاست ان انا كتبت الكود بتاعي ده داخل فانكشن، اول ما بستدعي الفانكشن مباشره بيروح ينفذ الكود اللي معاه. فانا هنا بعمل عمليه اورجنايزيشن للكود وبشرينك الكود بتاعي بحيث اللي هو يكون اسهل في التعامل، وبيكون ليه عمليه الايه الاورجنايزيشن الموجوده اللي عندي، تمام. واضح يا شباب؟ تمام يا دكتور. في حد عنده اي سؤال يا شباب؟ يا شباب شباب لا يا دكتور تمام. ماشي، يبقى طيب، يبقى احنا كده لغايه دلوقتي خدنا ايه يا شباب في الجافا سكريبت؟ خدنا ازاي ان انا ابدا اعرف الفاريبلز الموجوده اللي عندي، وقلنا الفاريبلز بنبدا نعرفها ازاي يا شباب، عن طريق ايه؟ مين اللي فاكر ايه الداتا تايبز اللي كانت موجوده عندي في الجافا سكريبت؟ اتفقنا ان انا عندي داتا تايبز، عندي اللي هو التو داتا تايبز، الفار او الليت. وقلنا الفار او الليت ده بياخد الايه داتا تايبز منين؟ من الايه الفاليو اللي انا باصاين ليها الايه الكود بتاعي، تمام. يعني لو بصينا كده الشباب، عندي الليت اهو خلاص خد دوت رقم، فخده على شكل انتجر، هنا خده على شكل ايه سترينج مثلا، ممكن هنا ياخده على شكل اوبجكت او اوبجكت، هنا مثلا خده على شكل ايه array، تمام. فدي كلها عندنا الايه الداتا تايبز الموجوده اللي عندي داخل الايه الجافا سكريبت. يبقى ممكن الاقي عندي رقم، ممكن الاقي عندي string اللي هو التكست، ممكن الاقي عندي بوليان اللي هو true or false، ممكن الاقي عندي اوبجكت، ممكن الاقي عندي array. طبعا الاوبجكت ده يا شباب بنعرفه ازاي؟ اللي انا بفتح الكيرل براكت هنا واقفل بالكيرل براكت، تمام. طيب هنا بفتح بالسكوير براكت وبقفل بالسكوير براكت الموجود اللي عندي، تمام. فدي كلها داتا تايبز الموجوده اللي عندي اللي انا ممكن ابدا استخدمها كمان عندي داخل الايه الكود، تمام. الكلام ده مهم جدا يا شباب عشان لما تشوف الكود ده تفهمه، يعني عشان انت لو ما قريتش الكلام دوت مش هتفهم. يعني انا لما اجي هنا فار، ده انا عندي فار اسمه كانفاس، تمام. والكانفاس ده بياخد الداتا تايب بتاعه منين؟ من هنا من الفاليو اللي انا هضيفها فيه اللي هو الاوبجكت اللي بيرجع لي للايه للسكرين اللي انا هرسم عليها، تمام. وهنا مثلا لو شفنا المره اللي فاتت لما اتكلمنا عن الويدث بتاع الويندو، قلنا ان انا بجيب ايه التي اكس دوت هياخد الفاليو بتاعته منين؟ من الويدث بتاعت الويندو، وده الهايت بتاع الويندو. ولما شفنا لما غيرنا الفاليوز دي المره اللي فاتت شفنا قد ايه ان السايز بتاع الويندو بيبدأ يكبر او يقل، السايز الموجود اللي عندنا ده لما غيرنا الفاليوز دي. فاكرين لما المره اللي فاتت لقينا هنا عندي نص الصفحه كان ناتج منين؟ كان ناتج من الفاليوز الموجوده اللي عندي في الكود لما غيرناها بتاع الكانفاس والهايت بتاع الكانفاس ده الاريا اللي انا هبدا ارسم. فبالتالي لازم، مهم جدا يا شباب ان تاني للناس تكون الكلام اللي انا قلته ده تذاكره وتفهمه، يعني لازم تذاكره وتفهمه عشان لما تبص على الكود. انا عارف الموضوع ممكن عشان انت اول مره يعني تبداوا بقى كود اكتر شويه غير الاتجاهات اللي كانت موجوده عندنا في ال HTML او ال CSS، تبدا هنا تشوف بقى يعني ايه فاريبل. وقلنا الفاريبل هو اللوكيشن اللي انا بخزن فيه الاوبجكت بتاعي في الميموري، تمام. فبالتالي انت لما تيجي على حاجه زي كده تعيد الكلام ده تاني لما تشوف الكود الدنيا هتكون اسهل عليك. معلش انا بس عاوز الناس
تاني، وانا بعت لكم ده اللينك المره اللي فاتت، الناس تقرا الكلام ده تاني، ولو في حد عنده مشكله، لان هو ده البيزك بتاع اي لغه برمجه، ده البيزك اللي عندنا في جافا سكريبت بقى. ممكن تكتب تعمل اورجانيزيشن للكود بتاعك، ممكن اللي انت تنظم الكود، تعمل كلاس، تعمل فانكشن، ولكن ده البيزك، ده الاساس. ازاي انا اكتب اكسبريشن؟ فانا الاكسبريشن عندنا بيتكتب ازاي؟ اللي هو عباره عن ستمنت، يعني ايه فاريبل، يعني ايه داتا تايب، السنتكس هو عباره عن ايه، الكومنتس الموجوده اللي عندي، الاوبريتورز، الارثمتيك اوبريتورز زي الجمع والضرب والطرح، الاساينمنت اوبريتورز الموجوده اللي عندي برضو. كل الكلام ده يا شباب لازم تكونوا اوير بيه، ولازم تكون انت عارفه، عشان زي ما بقول لك انا كده، احنا ما بنحفظش الكلام ده، ولكن بكون فاهمه اول ما بشوف الداتا تايبز. بكون انا عارف كده وانا مغمض عينيا الداتا تايبز الموجوده اللي عندي في جافا سكريبت، عندي مثلا النمبرز، عندي السترينج، عندي البوليان، عندي الاوبجكت، تمام. الفانكشن، ده انا عندي فانكشن، طب شكل الفانكشن ازاي؟ قلنا الفانكشن هي عباره عن بلوك موف كود، وهي عباره عن ايه، بيكون ليها اسم الفانكشن وكلمه فانكشن، ولو بتاخد بارامتر او ما تاخدش، واكتب الحاجه بتاعتي، تمام. طبعا انا مش عاوز ادخل بقى في ايه، في مور ديتيلز، مثلا يعني زي ايه هي الاوبجكت والاوبجكت بروبرتيز، لغايه لما الناس يعني الجزء اللي فوق ده على الاقل تكون فهمته كويس قوي. يعني انا عاوز الناس الجزء اللي فوق ده يا شباب، وانا بعت لكم اللينك ده المره اللي فاتت، تكون كويس قوي لما اسال لحد يعني ايه سنتكس، يعني ايه فاريبل، يعني ايه كونستانت مثلا، يكون عارف. عشان لما تبص او اقول لك اكتب، والله طب انت هتروح، طب انا عاوز ارسم كرة مثلا، الكرة دي برسمها ازاي؟ ده والله انا عندي مثلا، فاكون محتاج الريديوس بتاع الايه، بتاع السيركل عشان ارسمها، ما في مثلا سيركل بترسمها من غير النص القطر، لا، فبكون محتاج ده برامتر ليها، حاجة بتميزها، تمام. فانا ببدا اشوف الكلام ده كله وابدا اللي انا انفذه. يعني ايه سينتاكس؟ اتفقنا اللي احنا السينتاكس بتاعنا اللي انا ابدا اقول والله الحاجه ديت مثلا، اتفقنا لما بكتب الحاجه كابيتال ليتر غير سمول ليتر، تمام. الحاجه دي بتحتاج قوس او ما تحتاجش، انت فاهمني ازاي؟ دي كلها الايه السينتاكس بتاع اللغه الموجود اللي عندي، تمام. فانا مش عاوز بالناس اكتر من ان هي تاني النهارده، انا مش عايز اديكم جزء جديد قوي غير لما الناس تتقن اول حته دي لغايه الفانكشن هنا يا شباب. يعني عايزين لغايه الفانكشن الناس دي تكون كويسه قوي فيها. افتح هنا زي ما قلت لكم كده، افتح المره اللي فاتت بس الظاهر معظم الناس ما جربتش، افتح وهتلاقي عندك هنا تراي، مش شرط تكتب على الفيجوال ستوديو كود، هتلاقيه فاتح لك ويب بيج. الويب بيج ده بيعرفك فيها مجموعه من الفاريبلز، الفاريبلز دي بتاخد فاليو، بيجمع العددين بيطبعهم داخل ال HTML زي ما احنا شايفين كده اهو، تمام. افتح انت واكتب الكود ده، امسحه واكتبه تاني مره واثنين وثلاثه زي ما احنا شايفين هنا. انا عندي هنا بضيف انتر اكشن في الويب بيج بتاعتي، ده الويب بيج ال HTML، لو في سي اس اس بنشوف السي اس اس الموجود اللي عندنا، تمام، وهكذا. ماشي يا شباب؟ تمام يا دكتور. فانا مش عاوز ازود على الناس، والمحاضره بتاعت المره اللي فاتت هتلاقوها مسجله، والمحاضره دي برضو الناس تحاول اللي هي تراجع على الكلام اللي احنا قلناه، وتحاول زي ما قلت لكم كده تنفذ، وانا عاوز اشوف شغل الناس بقى المره الجايه. احنا غالبا المره الجايه ممكن يعني هنشوف لو كنا في الكليه او ايه، يعني هنحدد مع بعض، بس لو حتى لو ما كناش في الكليه هطلب من الناس اللي هم ممكن يشير من عنده يوريني هو وصل لايه في الماوس اوفر اللي هو الابلكيشن اللي احنا شفناه مع بعض كده، ماشي. ودي خطوه مهمه جدا يا شباب، لان ده اللي بيضيف الانتراكشن بتاعنا. لو عديت الحته دي انت بعد كده بقى ايه، ممكن مع نفسك حتى سيلف ستادي تبدا ان انت تكتب اي كود، تبدا تفهم الكود الموجود اللي عندك، تبدا لو جبت كود من على الانترنت تقدر تكون عارف ده معناه ايه. وانا عاوز الناس تسال يا شباب، عشان لو حد عنده مشكله، حد في حاجه مش واضحه قدامه، يبدا يقول لي طب دي معناها ايه، فنبدا نتناقش مع بعض. لكن كده انتوا يعني ايه، يعني يعني عايزين الناس يعني تشتغل شويه بايديها عشان المشاكل تظهر، تمام. خلاص تمام يا دكتور، عرفنا كده المطلوب ايه،
عشان انا هاجي المره الجايه هسالكم في الكلام ده ماشي. ان هو معلش انا عارف يا حته الانتراكشن مع الجافا سكريبت دي اصعب شويه بكتير من الاتش تي ام ال والسي اس اس، ولكن هي مهمه عشان لو انت الكلام ده لو يعني اللي احنا شايفينه ده مثلا ده اكزامبل زي ما احنا قلنا كده صعب اللي انت تنفذه او مش هتعرف تنفذه مثلا بالاتش تي ام ال والسي اس اس بس تمام. فانت محتاج بقى حاجه تديك الايه الموديفاي البيهيفير ايا كان بقى ايه البيهيفير. احنا بناخد اكزامبلز ايا كان ايه البيهيفير الموجود اللي عندك انت بتنفذ ماشي. واضح يا شباب؟ تمام دكتور ماشي خلاص كده يا شباب. انا مش هطول عن كده المره دي لحين الناس تخلص الجزء القديم، وانا كده كده المره الجايه او ممكن مثلا بعد يومين ولا حاجه ابعت لكم الكود بتاع ده عشان الناس تبدا تبص عليه وتشوف الايه الحاجه اتنفذت ازاي وازاي احنا لما انت قريت الجزء اللي فوق ساعدك ازاي تفهم الايه الكود الموجود تمام. ماشي يا شباب. يعني خلاص هنحدد بقى مع بعض او مع الباشمهندس رانيا يعني هشوف الاسبوع الجاي يعني هو يحبذ لو هنكون موجودين في الكليه الا لو انا عندي ظروف هقول لكم. هنشوف يعني عشان عايزين نشوف الناس عملت ايه بالظبط. خلاص يلا اشوفكم على خير كده وتصبحوا على خير. غياب بس دكتور هتاخد ازاي؟ هي الباشمهندس رانيا تقريبا خدته؟ انا خدته اه يا دكتور اه خدته. طيب انا بس لان النت عندي كان لسه قاطع ولسه داخل يعني ما تقلقش عبد الرحمن انا شايفك. لا لا ما تقلقش ماشي 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 عبد الرحمن ما تقلقش. وانا كمان يا باشمهندس مين؟ انا شاهد كان برضه كان عندي مشاكل كنت كل شويه اخرج واطلع. شاهد ايه كمان المكتوب تلاقوش انا كاتباكم من بدري ما تلاقوش. ماشي ماشي يا باشمهندس ماشي ماشي يا شباب. انا هكلمك بقى يا باشمهندس خلاص اتفضل يا دكتور ماشي ماشي هكلمك على ماشي ماشي ماشي.